المتابعة ينضم إلينا من غزة مراسل الغد محمد أبو ناموسة. محمد، ما هي حصاد، أو دعنا نتحدث عن حصاد هذا اليوم، الجمعة 31 من مسيرة العودة؟ نعم هبة، يعني تحدثت وزارة الصحة وكما أعلنت أن هناك 5 شهداء في قطاع غزة، 3 منهم استشهدوا شرق مدينة خان يونس، وواحد كان منذ بدء هذه الفعاليات شرق مخيم جباليا، أما الخامس فهذا قد تم أو قتل في انفجار عرضي داخل مخيم البريج إثر انفجار تعرض له. وهذا يغاير لما تحدثنا به بأن 5 من الاحتلال الإسرائيلي، إذن 4 شهداء بجراء قمع الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين والمشاركين في الجمعة 31 من مسيرات العودة الكبرى، والتي أطلقت عليها الهيئة القيادية العليا غزة صامدة ولن تركع. أما الخامس فقد قتل كما تحدثنا في هذا الحادث العرضي. طبيعة الأحداث في هذا اليوم، كان هناك قوة كبيرة من حالة القمع الإسرائيلية للمتظاهرين والمشاركين في هذه الفعاليات، قنابل الغاز مسيل الدموع، الرصاص الحي والمباشر على المواطنين بشكل مباشر وبشكل كثيف، ليرتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 180 إصابة. زادت أعداد الإصابات في الساعة الأخيرة في فعاليات هذا اليوم. على أي حال، الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بهذا الاستهداف وهذه الإصابات وهذا العدد من الشهداء، بل استكمل آلية قمعه للمتظاهرين باستهداف عدة مواقع تتبع للفصائل المسلحة الفلسطينية بصواريخ مختلفة. الاستهداف الأول كان لنقطة رصد تتبع لأحد الفصائل الفلسطينية شرق مخيم البريج، ومن ثم موقع يتبع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس شرق مخيم أو شرق غزة، وانتهاء باستهداف أيضا لموقع أيضا يتبع لكتائب القسام شرق جباليا. مجمل هذه الاستهدافات بالتأكيد تزيد من حالة التوتر، وأيضا يمكن أن نقول بأن هذا أسلوب من الاحتلال الإسرائيلي يتبعه في كل يوم جمعة ليرهب كل من يشارك في هذه المسيرة. حركة حماس صرحت وقالت بأن سنبقى مستمرون في هذه الفعاليات رغم كل آلة البطش الإسرائيلية التي يستخدمها ضد المتظاهرين والمشاركين في فعاليات مسيرات العودة الكبرى، وقد دعت للمشاركة بشكل أكثر واحتشاد أكثر للجماهير في الجمعة القادمة في جمعتها 32. شكرا جزيلا لك من غزة، كنت معنا مراسل الغد محمد أبو ناموس.